الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أتمنى وأرجو لنا ولكم العافية. الفيديو تاع اليوم أظنه سيكون أهم فيديو سأقوم به في الظرف الحالي مع وباء الكورونا فيروس كوفيد-19. قبل ما أبدأ في هذا الفيديو اليوم، أرجو منكم أني عندي طلبين اثنين. الطلب الأول، كل ما سأقوله اليوم رجاء قوموا بتدوينه وكتابته، أحضروا ورقة وقلم واكتبوا ما سأقوله. لماذا؟ لأن العقل لا يستوعب بالإصغاء، العقل يستوعب بالتدوين وبما يعبر هو عنه بنفسه. معناتها يتلقى معلومة لما يقوم بالتعبير عنها كتابيا، هذيك المعلومة تترسخ في العقل. الطلب الثاني، رجاء كل ما ستعلمونه اليوم قوموا بتعليمه لشخص آخر، قوموا بتعليمه لأقربائكم ولعائلاتكم. أهم طريقة للتذكر وأهم طريقة للتعلم هي التدريس والتعليم. تمام، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلاح الوحيد الذي يمتلكه كل واحد فينا هو جهازنا المناعي. حتى لو سيتم إن شاء الله اكتشاف وصنع لقاح ضد الكورونا فيروس، يبقى اللقاح هذا لن يكون فعالا إلا إن كان عندنا جهاز مناعي سليم. لماذا؟ لأن اللقاح ما يقوم به في الحقيقة أن اللقاح يربي ويروض جهازنا المناعي على أو ضد الكورونا فيروس، فهو يربيه ويعلمه ويقول له هاو الكورونا فيروس، هاو وش فيه، باش يقدر الجهاز المناعي يصنع مضادات حيوية فعالة وتكون يعني سبيسيفيك خاصة بالكوفيد-19. تمام، كاين الناس راهي تتعافى الآن الحمد لله. الناس اللي راهي تتعافى استطاع جهازها المناعي أن يصنع استجابة خاصة واستجابة ناجحة وفعالة ضد الكورونا فيروس كوفيد-19. تمام؟ صح. هذه الاستجابة كيف كانت؟ الخلايا اللمفاوية، اللي هي الخلايا، الجهاز المناعي هو عبارة عن خلايا يا جماعة، الجهاز المناعي عبارة عن خلايا تسير في دم كل واحد فينا. تمام؟ هي خمس عائلات، أهم عائلة ضد الفيروسات هي الخلايا اللمفاوية. لما هذه الخلايا تلقى خلية أخرى تكون فيها فيروس، وش تدير؟ تقوم بنشر المعلومة وتبعث رسائل كبيرة وكثيرة جدا إلى كل خلايا، احذروا احذروا، كاين هناك خطر، هناك خطر. فتقوم الخلايا تتلقى هذه الرسالة وتبعثها لخلية أخرى، ويخدموا كل هكذا دوالي، كل واحدة تصنع رسائل. هذه الرسائل تسمى بالسيتوكينز، السيتوكينات. هذه السيتوكينات هي التي لها هي الاستجابة المناعية ضد الفيروس. تمام؟ شكرا. الآن بالموازاة مع الناس اللي راهم يتعافوا الحمد لله، كاين ناس ربي إن شاء الله يرحمهم توفت. من بين طرق الوفاة التي يغلبنا بها أو يتغلب بها الفيروس الكورونا فيروس على جهازنا المناعي، هي ما يسمى الآن الناس اللي يموتوا يديروا سكون ابل اون ديتريس ريسبيراتوار، ان اكيوت لونج انجري، معناتها الالتهاب حاد في الرئتين. تمام، هذا الالتهاب الحاد يعود الى شيء واحد اكتشفوه يعني الان غير كيما في 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 شهر مارس، ما يسمى بالسيتوكين ستورم. هناك عاصفة سيتوكينات. الناس اللي استجابوا بكثرة ضد الكورونا فيروس صارلهم التهاب حاد في الرئتين. علاش في الرئتين؟ كلكم تعرفوه، لأن الكورونا فيروس يدخل مباشرة داخل الخلايا الرئوية. فهذا الالتهاب الحاد ناتج عن استجابة مناعية مفرطة. هذه هي رسالتي اليوم. كان استجابة مناعية تحمينا من الكورونا فيروس، لكن هذه الاستجابة المناعية لو كانت مفرطة، لو كانت زيادة عن اللزوم، قد تؤدي إلى التهاب حاد في الرئتين. ما الذي يساعدني على أن أصل إلى توازن؟ الكل الآن، معظم الناس يتحدثون عن كيف تقوي جهاز المناعي، كيف تقوي جهاز المناعي. نعم،
أحتاج إلى جهاز مناعي سليم وقوي، ولكن في نفس الوقت أحتاج إلى جهاز مناعي محكم ومتوازن. ما الذي يتحكم في جهازنا المناعي؟ هو ما نسميه بالعصب المبهم، le nerf vagal, the vagus nerve. العصب المبهم هو أطول عصب في جهاز جسم الإنسان. العصب المبهم يبدأ من العقل، من المخ، وينتشر إلى القلب، إلى الرئتين، إلى المعدة، إلى الأمعاء، فهو أطول عصب، وهو الذي يتحكم في كل هذه الأجهزة الداخلية لجسم الإنسان بما فيها الجهاز المناعي. هو الجهاز الذي يستطيع أن يقوم بتعديل الاستجابة المناعية، وهذا ما يحتاجه كل واحد فينا. تمام؟ رسالتي اليوم، كيف أنشط وكيف أستطيع أن أشغل هذا العصب باش يكون فعال 100% في هذا الحال، الظرف الراهن اللي أنا فيه الآن؟ لماذا؟ لأنه لو كان خلل في هذا العصب، الاستجابة المناعية قد تكون نافعة، ولكن قد يكون فيها فعل، أو قد يكون فيها اختلال في التوازن، والعياذ بالله قد تكون هناك التهابات حتى في الرئتين. 5 طرق لتفعيل الجهاز المناعي، نبدأ التدوين الآن. أول طريقة هي الرياضة. أعلم أنه الآن رانا في حجر صحي، معناتها كل واحد فينا راهو في المنزل، هذا لا يمنع أنني أقوم بحركات رياضية. الحركات الرياضية يا جماعة، أول شيء تقوم بتنشيط العصب المبهم، لكن شيء رائع تقوم به الرياضة. شوفوا يا جماعة، هذه قلنا أن الخلايا المناعية تسير في الدم. الإنسان كيكون قاعد وجالس ولا يتحرك كثيرا، الخلايا المناعية وش دير؟ تروح تلتصق بجدار الأوعية الأموية، سيسكون أبل لا مارجيناليزاسيون، يروحوا يتلصقوا في جدار الخلايا، أو الخلايا المناعية عفوا تلتصق بجدار الأوعية الأموية، الأوعية الدموية. لكن الآن أنا بحاجة إلى جهاز مناعي قوي، وجهازنا مناعي فعال ما يروحش يلصق لي في الأوعية الدموية. الرياضة هي الوسيلة، والحركة هي الوسيلة الوحيدة اللي تقوم بسكون أبل لا ديمارجيناليزاسيون. وش معناتها؟ تروح تقوم تنحي هذيك الخلايا المناعية، ما تخليهاش تلتصق بجدار الأوعية الدموية وتخليها تسير في الدم. أول طريقة الحركة. ثاني طريقة يا جماعة، ثاني طريقة لتفعيل العصب المبهم هي أنك لما تستنشق يكون زفيرك أطول بكثير من الشهيق. تمام؟ يكون طويل. أفضل طريقة للتنفس بهذا الشكل، معناتها يكون الشهيق قصير والزفير يكون أطول من الشهيق، هي تلاوة القرآن. يا جماعة، لا أقول قراءة القرآن، أقول تلاوة القرآن بالأحكام وبما فيها المدود. وللضالين المدود. تلاوة القرآن بالأحكام هي ثاني طريقة لتفعيل العصب المبهم. ثالث طريقة يا جماعة، كل هذه الطرق حوسوا عليها، تلقوها، حوسوا على سبل، ابحثوا على سبل تفعيل العصب المبهم وتلقوها. لكن احنا سبحان الله في دين الإسلام فيها طرق رائعة، فقلنا أول طريقة الحركة، ثاني طريقة تلاوة القرآن بالأحكام خاصة المدود، ثالث طريقة وهو يسمى بالهومينج. شوفوها بزاف تلفزيون، في التلفاز الصينيين والهولي يديروا لما يقوموا باليوغا يديروا الهومينج. احنا في تلاوة القرآن ماذا عندنا؟ عندنا الإدغام بغنة من بعد. فيا جماعة، تلاوة القرآن تقوم بالطريقة الثانية وهي إطالة الزفير، وتقوم بالإدغام اللي هو الهومينج، واللي هو ساعدنا على تفعيل الجهاز المبهم. تمام؟ الطريقة الرابعة الصوم. الصوم قلنا أن الصوم يستطيع بتجديد الجهاز المناعي،
الطريقة الخامسة، لما تكون مستلقي وتنام أفضل طريقة للنوم ابحثوا عنها. وهذه مش اللي نقول، العلماء الغرب هم الذين يقولون أفضل طريقة هي الاستلقاء على الجنب الأيمن. لماذا الاستلقاء على الجنب الأيمن؟ يقوم بتفعيل ما يسمى the heart variability. وش معناتها؟ معناتها يكون نبضات القلب مستوية، ولما تكون نبضات القلب مستوية يكون الجهاز المبهم أو العصب المبهم يكون منشغل بطريقة رائعة. فالاستلقاء على الجانب الأيمن. الطريقة الخامسة هي ما يسمها بالتونغ ديبريشن. وش معناتها؟ تأخذ لسانك وتلصق لسانك مع لو بالي الفوق، لو فوال دو بالي، مع اعلى الفم. لما نلصق هذا او حرف اي حرف سيخرج حرف اللام. فاكثروا من ذكري لا اله الا الله. لما اللسان يلتقي مع لو فوال دو بالي سيتم بتفعيل الجهاز او العصب المبهم. يا جماعه، خمس طرق رائعه لتفعيل هذا الجهاز المبهم، والجهاز المبهم هو الجهاز الوحيد الذي يقوم بتعديل الاستجابة المناعية. رجاء يا سادة ويا سيدات ويا متابعين، تعلموا ما قلته اليوم وعلموه غيركم. كاين طريقة سادسة، طريقة في الأكل، ما يسميه بالبروبيوتيك. نعلم أنه في الأمعاء تاعنا كاين بكتيريا، وهذه البكتيريا تؤثر بشكل مباشر على العصب المبهم، تمام؟ لما تكون هذه البكتيريا في توازن يكون العصب المبهم يشتغل ويقوم بتعديل الاستجابة المناعية. أين نجد البروبيوتيك؟ نجدها في اللبن، في الياغورت، في العسل. يا جماعة، كل هذه المأكولات وكل هذه الأصناف تقوم بتعديل البكتيريا في الأمعاء، وبدورها ستقوم بتعديل الاستجابة المناعية عن طريق التحكم وتشغيل العصب المبهم. يقول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. اللهم إني أستغفرك لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. أسأل الله لنا ولكم العافية، بارك الله فيكم. إلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ذلك، كانت معكم الدكتورة هدى بوكارب، صيدلانية متخصصة في بيولوجيا الدم، ومدربة متخصصة في صحة العقل وسيرتيفي أون نيورو سيونس. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.